طاب نهاركم. الأزمة الأوكرانية التي هيمنت على قمة العشرين تتصدر أخبار الظهيرة التي سأقدمها لكم أنا فرح البرقاوي، ونراجع فيها نتائج المواجهة بين الغرب وروسيا في جزيرة بالي الإندونيسية. ومن أوكرانيا نتحول إلى فلسطين لنرصد أصداء الاتصالات المثيرة للجدل بين الرئيس عباس وقادة إسرائيليين. وفي الظهيرة كذلك نحاول أن نتقصى ملابسات وتداعيات اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي، كما نجر بين ملفات إقليمية ودولية أخرى. الظهيرة مشاهدين تأتيكم على شاشة التلفزيون العربي في تمام الساعة 4 بتوقيت القدس، 1 بتوقيت غرينتش، ويمكنكم متابعتنا عبر البث الحي في اليوتيوب. كونوا معنا.